احنا مش بنزعق في الاجازه بجد؟ لا خالص. انتي بتزعقي في الاجازه؟ بزعق على طول. بس اجازه غير هنعمل بقى معاهده سلام. اوكي. عشان الوقت طول الدراسه احنا نذاكر تمارين، هننام بدري، الاكل، عاملين سيستم كله ضغط، مع ان انا مش مع الاسلوب ده، ما بحبش كده. حتى في الدراسه احب ان يبقى فيه تعاون، لان طبعا شفتي بقى تمام اهو تعاون مننا ليهم. اوكي فكرت تعاون. طبعا لان هم كمان نفسياتهم اهم كتير من الدراسه ومن الاكل ومن المذاكره. ليه بقى؟ هو انسان، مش احنا كنا صغيرين برضو ولا احنا كبرنا كده؟ طيب هو انسان عنده احتياجات نفسيه، محتاجه تعرف هو بيحب ايه ومش بيحب ايه، ايه الشيء اللي بيضغطه نفسيا. طب خلصت الدراسه، انا دلوقتي في الاجازه، ايه بقى معاهده السلام؟ هنعمل ميتنج، احنا خلصنا كل حاجه، حابين نبتدي مع بعض ازاي. طبعا هم هيتخضوا، يعني انتوا بتهزروا ولا بتاخدونا على قد عقلنا؟ طيب احنا دلوقتي في وقت كبير، كل واحد فينا سواء الاب الام بيشتغلوا، احنا هندخل البيت، عايزين الوقت ده نتجمع فيه مع بعض. تحبوا نتجمع ازاي؟ طبعا في ناس عايزه تخرج، في ناس عايزه تلعب. هنعمل بقى كل يوم حاله. يعني ايه حاله؟ يعني مش هنخلي شيء واحد يقتصر على الاسبوع. النهارده انت هتختاري احنا نحب نعمل ايه. عايزين نخرج، هنخرج. تمام. طبعا ده هيتناسب مع كل ظروف اسره، لان كل بيت ليه ظروفه. طبعا. طيب حضرتك بكره هتختار، النهارده احنا هنختار في يوم شاذلي عادي برضه. هتختار ايه يا شاذلي؟ اختار ايه؟ اختار اقعد في البيت. اوكي نقعد في البيت، نلعب. مش لازم اللعب يبقى بقى سوشيال ميديا، هنعمل اكتيفيتيز مع بعض، لازم نشاركهم ونرجعهم لحياتنا احنا. طبعا بعتذر على صوتي بس. الف سلام عليك. الله يسلمك. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ في العاب كتير قوي السوشيال ميديا بتساعدنا ان احنا نعملها بايدينا، نقعد. احنا بقت طاقتنا ضعيفه، المشكله بقت عندنا. طاقتنا ضعيفه، مش عايزين نقعد نبذل مجهود معاهم. خلينا بقى احنا نخترع المشكله، ان احنا ننزل لسنهم ونقعد. والسن هنا على فكره مش بس اطفال، الكبار كمان. تعالوا نرجع احنا لطفولتنا. مره هعمل معاكم حلقه عن الطفل الداخلي. مش احنا زمان كان عندنا حاجات كتير قوي نفسنا نعملها ما عملناش؟ طب ما تيجي نعملها، ايه المشكله؟ احنا كبرنا بقى دكتور. لا ما كبرناش. طول ما احنا بنكبر بجسمنا، الطفل اللي جوانا مش بيكبر. ليه؟ هو مش بتلاقي ان احنا بنبص لبعض وبنقول شكلك مش جايب سنك؟ ما هي دي روح الطفل اللي جواك. اوكي. هتكبره ليه؟ خليه. والله. طبعا خليه. هو ده اللي بيخلينا اكتر نستمر في الحياه. طيب. كل يوم احنا هنعمل حاله، خرجنا، قعدنا، لعبنا. احنا كمان لازم نحببهم في القرايه. لان القرايه اولادنا اتربوا ان القرايه هي المذاكره. لا. لازم نعرفهم ان القرايه دي هي الثقافه اللي بتخلينا نعرف اكتر الحياه بره فيها ايه. القرايه مش بس تاريخ. القرايه مش بس جغرافيا. القرايه لا، فيها علوم تانية. ازاي اخليه يعرف انا مين؟ لازم اتعرف على نفسي. انا بحب ايه، مش بحب ايه؟ دي من القرايه. لازم اتفضل. بس دي تفضيلات. يعني في اطفال بتحب انها تقرا، في اطفال مش بتحب انها تقرا، في اطفال ما بتحبش تجهد نفسها. طيب. في اطفال بتحب تفرك 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 وتجهد نفسها وتجهد اللي حواليها وتجهد اصحاب اللي حواليها. يعني نرجع لمعادلة السلام، ان احنا كل يوم هنعمل حاجه. انا من غير ما احسسهم انا هتعرف عليهم من جديد وهعرفهم عليا. يعني اليوم اللي احنا محتاج اعمل كده. طبعا انا امه، انا اللي جايباهم، فانا عارفه هتعرف عليهم. انت اللي جايباهم ومش عارفاهم. ما انا بقول لك مش محتاجه اتعرف عليهم. لا طبعا محتاجه تتعرفي عليهم. هقول لك حاجه، وانا بعمل ايه طول العياده؟ الامهات بتقول لي انا عارفه عنه كل حاجه، ولا عارفين اي حاجه. لا لعبنا اللعبه اللي هي جاوب الاسئله ومش عارفه ايه، وطلعت عارفه كل الاجابات. كل طفل وكل ولد او بنت بيبقوا دايما، انت لغايه دلوقتي هل بابا وماما واحنا كبرنا اهو عارفين كل حاجه؟ في جزء داخلي دايما طبعًا احنا محتفظين بيه. طبعًا. الاصدقاء بس اللي بيتعرفوا عليه. احنا لما نقرب ونبقى اصدقاء هنتعرف عليه. انا عايزه اوصل مسج انه الاجازه انا هستفيد بيها في ايه. دلوقتي لما بتكلم وبقول انه مش هنقعد على السوشيال ميديا،
حياتنا كلها بقت سوشيال ميديا. الذكاء الاصطناعي كمان دلوقتي داخل بهجمات عنيفه، فاحنا بالعكس انا ممكن استخدم ده بقى وابتدي اقعد تعالوا علموني ايه رايكم نعمل برنامج لينا. بمعنى هو احنا دلوقتي بنتفرج على ايه؟ مش دلوقتي بيعملوا برامج جديده عشان كل حاجه هنستخدمها بيه؟ طب ما تيجي احنا كفاميلي نعمل برنامج يخصنا، وده ينفع على فكره. ندخل في السيستم ان احنا كفاميلي عايزين نعمل 1 2 3، دي فكره جديده هتشاركنا ونبتدي نتعامل بيها من خلاله. ايه المشكله؟ يبقى انا استخدمت السوشيال ميديا ما وديتهمش في حته ان انتوا مش فاهمين حاجه، وانا رحت معاهم وبنشترك، واحنا انا في الشغل وهم في البيت او في النادي احنا بنلعب مع بعض. ايه المشكله؟ يعني اللي انا عايزه اقوله ان احنا لازم نقرب للجيل ده، وبعدين الجيل ده فاهم اكتر كتير مننا. 9 سنين زمان غير 9 سنين دلوقتي، كتير. 9 سنين زمان بقى 19 سنه دلوقتي، فاحنا لازم نتطور معاهم. طيب